سمر من العمل التطوعي رح ننتقل اليوم بحلقتنا الخاصة للدعم. تختلف مفهوم الدعم بحسب التغيرات وبحسب الاحتياجات. الدعم الإنساني، الدعم النفسي، مفهوم واحد، فينا نقول وجهان لعملة واحدة، ولكن حنركز اليوم على الدعم، الدعم النفسي والإنساني بشكل عام. رح نحكي عن تفاصيله كيف كانت بسنيننا الماضية وكيف حتكون بهيدي السنة اللي بنتأمل تكون خير وسلام وبركة. بصرنا نرحب اليوم بضيفتنا أكيد المميزة سفيرة النوايا الحسنة للطفولة رام مزرق. يسعد صباحك رام، كل عام وأنت بخير. يسعد صباحكم وكل عام وأنت بخير إن شاء الله، هيك وأعياد تكون خير للجميع إن شاء الله السنة الجاية. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير وأهلا وسهلا فيكي، نورتي صباحنا اليوم. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على مفهوم الدعم. مفهوم الدعم نحن هلا تطورت ان شاء الله الحمد لله، يعني هي بالسنوات الاخيره وخاصه بالظروف اللي مرقت على سوريا، الظروف الصعبه، فصار في عندنا مفهوم كثير حلو. طبعا هو الدعم هو نوع من انواع المسؤوليه الاجتماعيه. انا كثير بركز على المسؤوليه الاجتماعيه لانه هي حتكون ربط ودعم لكل الجهات، سواء الحكوميه مع المجتمع المدني، مع افراد، مع مؤسسات. بالاخير المسؤوليه الاجتماعيه هي نظريه اخلاقيه تعطي لأي كيان سواء منظمة أو فرد كيف بدي يكون أنا داعمة للمصلحة العامة كمجتمع. يعني إحنا نكون كلياتنا بمعنى إيد واحدة، تكون في روح تعاون بين الأفراد والمنظمات والمؤسسات الحكومية. من هون أنا حبيت إجي على فكرة الدعم، دعم هي الجمعيات، دعم حتى المؤسسات، حتى أفراد، يكون في عنا شيء وقع لنعمل شيء، نعمل شيء لهالبلد. ما عندنا غير هذا الموضوع، فالدعم هو نوع من انواع المسؤوليه الاجتماعيه. اكيد، ومو اي نوع من المسؤوليه، هي مسؤوليه وكثير مهمه بظروف احنا مرقنا فيها، الحرب، كلنا بحاجه لدعم. صح. على فكره مو بس المؤسسات، حتى أكيد. الفرد كشخص هو بحاجة لدعم، كيف إذا كان على نطاق واسع وبفترة حرب. راما شفنا لكم نشاطات كثيرة وأيضا شملت محافظات سورية عديدة رغم الظروف الراهنة اللي نحن عم نعيشها. حكي لنا يعني شو اللي تغير من سنة لسنة؟ يعني كل سنة نحن بيتغير مفهوم الدعم عنا عن السنة يلي سبقتها. مثل ما بنعرف كان حرب، قذائف، صح، كان تفجيرات، كان عدة أمور، وهلا كورونا وظروف اقتصادية. احكي لنا. شوف، دائما بالحروب بيولد شيء حلو كثير، وخاصة بجيل جديد أو جيل الشباب. لحتى نتجاوز هي الصعوبات فنحن بحاجة لنعمل شيء. كان في تغيير يعني حتى بتغيير الثقافة، ثقافة المتطوع، إنه هو شو بده يقدم، شو بده يعمل. أنا شفت هاي السنة زيادة رهيبة من خلال شباب عن جد كان هنا ما بدهم شيء غير إنه هنا يعملوا شيء للبلد. حلو. أو يقدموا شيء، أو يكون عندهم هاي حالة الروح إنه التشاركية، يكون في تشاركية بيناتهم. هاي لقيتك هاي السنة كتير كانت زايدة، كتير كانت واضحة، كان في امتنان بهذا الموضوع. أنا لمسته بكتير جمعيات وبكتير فرق تطوعية ومنهم فريق عطاء التطوعي. نحكي عن فريق عطاء التطوعي، خلينا نحكي عن الحالة التشاركية بالعطاء. كيف عم تقدري راما أنت تدعميهم، ولوين وصلتوا هلأ أنت وفريق عطاء التطوعي؟ فريق عطاء يعني أكيد أنا داعمتهم، بس بنفس الوقت عندهم شيء حلو كتير بين المتطوعين. تمام. هو الإيمان بهذا العمل، والإيمان هو أهم شيء لحتى تتجاوزي أي شيء. دعمي أكيد هو دعم، خلينا نقول لوجستي، دعم باتصالهم مع الوزارات، مع المؤسسات الحكومية، دعم مادي، دعم معنوي. يعني أنا واقفة معهم لأنه هو عن جد فريق كتير حلو مميز، عم يشتغل بطريقة كتير حلوة. هلأ أكيد في أخطاء دائما، ولكن الأخطاء صغيرة بنتجاوزها. هنا بالأخير شباب صغار، شباب عندهم عنفوان، عندهم حماس. صحيح. لهذا العمل، فانا لقيت فيهم هي القصه كثير حلوه. هي حيكون مثال لكثير فرق ولكثير شباب حابين يقدموا شيء، فسلطت الضوء عليهم لانه هن عن جد فريق كثير هيك يعني كثير بيستاهل فعلا انك انت تقدمي لهم الدعم. فمن هون انا بدات معهم بهذا الموضوع. هن كانت كثير فكره صغيره بدمشق تطورت،
صار في شباب يتواصلوا معنا بالمحافظات، نحن حابين نكون معكم. حلو. حابين نكون نتواجد معكم. فيعني وسعنا هاي السنه، كان في عن جد توسع كثير حلو، كان في نشاطات مميزه الى اثر على الاطفال. نعم، يمكن هذا دليل نجاح حققتوه او حققوا عطاء وحققتي انت بدعمك لهم. هن المؤمنين وايضا هن بيحبوا أكيد. العمل أكيد. لو ما بيحبوا العمل اكيد ما بصير شيء غير محبه. اكيد المحبه هي والايمان. يعني انت مؤمنه بهذا الشيء فانت بتتجاوزي، اكيد في صعوبه. عطاء كان بيستاهل الدعم ايضا، بيستاهل الدعم اكيد. وطبعا ودعم اكيد جمعيات ثانيه، يعني انا نحكي عنها. يعني هلا في عندنا هون جمعيه هلا مركز امل الغد للشلل الدماغي. يعني انا خلال زيارتين من سنتين وهي السنه لقيت فرق شاسع بتطور الاطفال. هن نفسهم الاطفال موجودين بس بزياده، بس تمام. بتطور رهيب مع انه هن عندهم اعاقه شبه دائمه، بس انا تفاجات بهذا التطور، هذا الاهتمام. رايحين على مثلا تشجير مع هلا وزاره الزراعه، رايحين على المحافظات اللي صار فيها الحرائق. يعني شيء رائع كثير، ما قدرت انا ما اكون معهم واكون واقفه معهم لانه هي الفكره كثير حلوه ونحن عن جد بحاجتها. بس فريق عطاء لانه انا في عنده نشاط، يعني دائما نشاط، دائما عندهم افكار، دائما عندهم ابداع. انت ما قلتي لهم مثلا انه يلا بدنا نشتغل، فهم بينزلوا على الارض بطريقه كثير حلوه. واكيد في جمعيات ثانيه اكيد. انا دائما بقول لهم الدعم بيكون عام لانه بالاخير هدول كلهم شبابنا، كلهم وكلهم اطفالنا. مين ما كانت الجمعيه بتقدم فكره حلوه فاكيد نحن حنكون معها. نعم اكيد. رما، مثل ما حكيتي انشطه عديده وفاعله بعام 2020، خلينا نحكي عن ابرز الانشطه يلي اثرت فيكي شخصيا، شو هي؟ هي السنه، هي السنة. اللي اثر فيه بصراحه اني انا رحت على المحافظات تمام وعلى المناطق الريفيه تحديدا. نحن كثير بحاجه لدعم للمناطق الريفيه، كثير عندهم نقص بكل شيء. يعني على الارض، تعليمي، مهارات، دورات، ماديات، دائما عندهم نقص. فانا كثير حبيت هي السنه اني انا توجهت لمناطق فعلا هي بحاجه للدعم، مثل منطقه مصياف. هي فعلا كانت بحاجه لكثير دعم. صحيح. في جمعيات هي ما بدي اقول هي منسيه او مهمله، ولكن يعني في عندهم ضعف بالامكانيات. فحاولت غذي هذا الموضوع حتى كمان جمعيه الوفاء بمصياف، انا كنت معهم من فتره بمصياف وقدمت لهم شيء. كمان هن عم يشتغلوا على اطفال التوحد، فانا كنت حاول دائما انه انا ادعمهم طبعا بالامكانيات الموجوده عندي، فحاولت ادعمهم بهذا الموضوع. انا هي كثير بلاقيها خطوه كثير رائعه لأنا انشر هذا الموضوع مو بس بدمشق، نحن بحاجه للريف اكثر. حلو تمام. على حما، على منطقه حمص وريفا، كمان رحنا لهذيك المناطق على مشتل حلو، طرطوس. حلو. يعني كان في توزع كثير حلو. يمكن جرافي. كانت 2020 هيدي النشاطات، يمكن هلا بال 2021 حتكون اكثر، حتكون منطقه محافظه حلب. حنركز على حلب لانه انا لسه ما قدمت شيء بحلب بصراحه، فنحن حاولين يعني عم حاول قدر الامكان اني انا اقدم شيء لحلب ولا مناطق كمان ريفيه بعيده شوي، كمان اللاذقيه الى خاصه كمان بال 2021. يعني نحن بنتمنى ايضا تكون اليه العمل اريح لكم. اكيد عانيتوا صعوبات كثير كبيره. أكيد. يعني من الحرب وهلا حاليا كورونا، ان شاء الله هيك تكون اليه العمل افضل لكم لتقديم يعني كل ما هو ناجح وجميل. خلينا نحكي دائما نستذكر بانوراما 2020 و2019، يعني خلال هالسنين دائما نحن بنحصر اعمالنا ببانوراما صغيره. اهم شيء عملتوه شو؟ اهم هيك نقطه كله مهم، ولكن أكيد. في شيء بالقلب هيك له مكان له شوي. هلا بما انه انا سافرت نوايا حسن الله، فكان انا الطفل عندي، يعني صحيح قدمت انا دعم لا اشياء اخرى ثانيه غير الاطفال، بس انا الطفل عندي له شيء، عندي له كثير شيء مميز عندي. دائما بتذكر في فيلسوف صيني ذكر هيك عباره كثير حلوه، وهي انا مؤمنه فيها وعم بمشي فيها لتكون هي فعلا مثل ما بيقولوا تنميه مستدامه. نعم. بهذا الموضوع بيقول لك اذا وضعتم مشاريع لسنه فزرعوا القمح. حلو. واذا عملتوا مشاريعكم لعقد من الزمن اغرسوا الاشجار، اما اذا كانت مشاريعكم مدى الحياه
فما عليكم إلا أن تثقفوا وتعلموا الإنسان. حلو تمام. والإنسان عليكم باللعب للأطفال، لأنه هذا الطفل وقت اللي أنت بتعلميه، وقت اللي أنت بتخليه يقوم بألعاب، بيكون بمهارات، فهو أكيد حيكون شيء كتير كبير. لأنه دائما الطفل، نحن الأطفال هلا إذا بشكلوا 50% فهنا المستقبل كله لإلهم. فأنا المميز عندي هو الطفل، وتركيزي دائما على الأطفال. ونحن هلا بحاجة بهي الحرب اللي كتير كتير شرسة كانت علينا. ونحن طبعا أنا بعتبر الشعب السوري جبار بكل هاي الظروف الصعبة اللي نحن مرقنا فيها، فما بالك بهذا الطفل اللي هلا كل هاي الظروف. أنا عم شوف إبداعات وقصص نجاح فعلا الواحد هيك بيرجف قلبه. فأنا دائما مع الطفل، هيكون هلا وبعدين. كنا مع الأطفال أكيد. ما في أحلى من الأطفال. خلينا نحكي بالختام راما، شو مشاريعك وأنشطتك بالعام 2021؟ حيكون طبعا هلا في مشاريع، بس انا ما حاذكرها، حاعملها مفاجاه مشان ضل متواصله معكم. دائما هي مشاريع للاطفال كلهم، بس حيكون في تقدم بالمهارات بتقديم شيء مستدام. انا هي فكرتي هلا، هي الاستدامه بالتقديم. يعني انا ما بدي اعمل فكره صغيره وامشي، لا، انا بدي مثل يعني يكون داعم لهم على مدى سنتين ثلاثه اربعه، يكون في تواصل. هذا التواصل هو اللي حيبني هذا الطفل. فهي المشاريع الاساسيه، حاتجه للموسيقى للاطفال، حاتجه لشيء ترفيهي وتعليمي بنفس الوقت. كثير حلو. يعني بنهايه فقرتنا معك لليوم بدنا نتمنى لك راما سنه خير وسلام. يعني الحرب مثل ما ذكرتي مرينا فيها قاسية، ولكن ورجتنا النقاط الجميلة اللي عندنا اللي بتمتع فيها السوريين. صح. ورجتنا الدعم النفسي الإنساني، مثل ما كنا بفقرتنا الأولى أيضا ورجتنا العمل التطوعي. يعني كانت قاسية ولكن ورجتنا الشيء الحلو اللي عند السوريين، مو الجانب البشع. تمنياتنا بعام 21 بالنجاح والتألق والسعادة والسلام. شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك، بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح أكيد راما، ومن نجاحك لنجاح أكبر. شكرا لك يا رب. شكرا لكم. شكرا لقناة الأخبارية. أهلا وسهلا فيك يا راما.